حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، ميليشيات الحوثي تعتزم فرض جبايات مالية على المغتربين. ومن الصحافة الفرنسية، رئيس وزراء يتهم إيران بأنها تريد ضرب إسرائيل من اليمن. وفي أخبارنا المنوعة، ناسا تخطط لإرسال إنسان آلي للبحث عن المياه على القمر. أهلا بكم. مثل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم والممول إماراتيا بارقة أمل لإنهاء صراع بدأ بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن في يوليو 2015 ودخل مرحلة المواجهة المسلحة. وعنوان موقع الحرف 28 تقريرا نشرته أولا وكالة الأناضول. اتفاق الرياض، هل ينهي التمرد جنوبي اليمن؟ بعد سقوط عدن وأبيان بدعم وإسناد من الطيران الحربي الإماراتي، دعت السعودية إلى مفاوضات بين الحكومة والمجلس الجنوبي لإنهاء الصراع وتوحيد الجهود لمواجهة قوات الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في الشمال منذ عام 2014. ورغم أن الهدف الرئيسي المعلن للمجلس هو فك الارتباط وإقامة دولة مستقلة عن الشمال في مقابل تأكيد حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي على وحدة اليمن، فإن مسودة الاتفاق المتوفرة حتى الآن تنص صراحة على واحدية الدولة اليمنية وعودة مؤسساتها إلى عدن ودمج كل التشكيلات العسكرية ومنح قيادة المجلس الانتقالي حقائب وزارية بالحكومة الشرعية. وقال التقرير نقلا عن أحد الصحفيين في عدن، لا ينظر إلى النتائج من واقع البنود لكن من حجم ميزان قوة كل طرف أثناء التوقيع، والحكومة وقعت الاتفاق وميزان القوة يميل لصالحها، لا سيما بعد خروج شبوة وسقطرة من عباءة الانتقالي والانسحابات الإماراتية وملل الشارع الجنوبي، والأهم دخول السعودية على الخط الساخن. تفاجأ الأهالي بوجود كميات كبيرة من الأسماك النافقة في ساحل أبيان في العاصمة المؤقتة عدن. وعنوان موقع عدن الغد، باحث بحري يكشف أسباب نفوق الأسماك بساحل أبيان. وكشف باحث بحري من عدن أسباب نفوق كميات من الأسماك بساحل أبيان بعدن. وقال الباحث رشيد محمود إن موت ونفوق أسماك السردين وظهورها في ساحل أبيان بكميات كبيرة أمر طبيعي وكان حدوثه متوقعا تماما. وأضاف أن أسماك السردين في هذا العام تتواجد بكميات كبيرة في مياه خليج عدن، لهذا كان ظهورها على ساحل أبيان بهذه الكمية متوقعا نتيجة ارتفاع درجات حرارة البحر والتي تحدث كل سنة. ويصادف ذلك التغير في درجة حرارة البحر تواجد السردين في مياه خليج عدن، فيحصل لها تغير مفاجئ في البحر، كما أن أسماك السردين في هذه الفترة تقوم بوضع البيض، ونتيجة لذلك أيضا فإن الكثير منها يكون في فترة الموت والنفوق الافتراضي، وهو كذلك أمر طبيعي ونتيجة لتواجدها في مياه خليج عدن منذ حوالي 15 عام، فقد كان متوقعا أن يكون موتها وظهورها على سواحل وشواطئ خليج عدن بهذه الكمية. واستبعد الباحث وجود تلوث في البحر مستندا إلى فرضية أن الأسماك التي ظهرت ميتة على الشاطئ هي لنوع واحد فقط وهو سمك السردين، وفي حالة التلوث تكون الأسماك الميتة من كل الأنواع. هذه عدن ومأساتها. تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا في أجزاء من المقال. كان على من يدخل هذه المدينة أن يترك كل عاداته وتقاليده وتعصباته القبلية والمذهبية على ضواحيها، يدخلها ليصبح أحد سكانها المؤمنين بقوانينها وأنظمتها وسلوك شعبها المتمدن، ينهل منها كل جديد يبني شخصيته المدنية والحضارية. عدن المدينة المتنورة، من ارتوى من مائها العذب يعود لها لا محالة، محبا عاشقا والهانا للقائها، ينهل من نهرها الحضاري والثقافي والفكري والنضالي والعمالي، العلم والمعرفة ومحبة الآخر والعمل من أجل نهضة الجميع. لكن ما الذي حدث لعدن اليوم؟ مع فجر تحريرها واستقلالها في العام 1967، شكلت المدينة مع 22 سلطنة ومشيخة معا جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وعاصمتها عدن، التي تحملت مهمة وطنية وإنسانية لإنقاذ تلك المناطق.
جندت أبنائها الشباب المتعلم للتمريض والتدريس في هذه المناطق من صحاري وجبال وبراري وجزر ومناطق متناثرة وبدو رحل وصيادين. كانت مرحلة نضال مهمة لما بعد الاستقلال. استطاعت عدن أن تنتشل تلك المناطق من واقعها المتخلف وجهلها ومرضها. بالمقابل كان هناك من دخل عدن متشبعاً بعصبته وتعصبه الطائفي والمناطقي والعرقي، لم يستطع الاندماج في نسيجها الاجتماعي، بل صار يشكل له نسيجه الخاص وخصوصيته التي نقلها من الريف. فظهرت حينها تجمعات خاصة ذات حساسية عرقية مناطقية لا تقبل الاندماج، يتعصبون لبعض، وعندما ترسخت العصبية شيئاً فشيئاً تسيدت لتشكل خطراً على ثقافة وحضارة عدن وخصوصيتها. ومع الزمن وصل أمثال هؤلاء لسلطة ما أو لمصدر القرار، وبسبب ذلك بدأت عدن تعاني من التمييز والشعور بالتهميش والإقصاء لكوادرها المؤهلة، يستأثر هؤلاء المتعصبون بالوظيفة العامة والسلطة والقرار. هنا فقدت عدن معيار خصوصيتها من تعايش واندماج وأمن وأمان، وقد بذل المتعصبون جهداً كبيراً في تعصبهم واهتموا بخصوصيتهم. اليوم يتربعون على سلطتها ومصدر قرارها، هم أصحاب الحق في استثمار متنزهاتها وسواحلها دون مناقصة وبأسعار زهيدة، بصفقات فساد تهتز لها الجبال. هم الباسطون على الأرض والناهبون لخيرات وإيرادات عدن، هم القادة وحراس القصور والسجون والمعتقلات، هم النظام والقانون، وهم الفاسدون ولكن لا يشعرون. اليمنيون الذين تركوا البلاد ونجوا بأرواحهم معتقدين أنهم في مأمن من ميليشيا الحوثي، يبدو أن عليهم إعادة النظر فيما اعتقدوا، فميليشيا الحوثي تبحث عن طريق للوصول إليهم. ووفقا للصحوة نت، ميليشيات الحوثي تعتزم فرض جبايات مالية على المغتربين وتبدأ بعملية حصر شاملة. وكشفت مصادر محلية في محافظة إب عن شروع الميليشيات الحوثية في إجراء عملية حصر شاملة وجمع قاعدة بيانات عن أعداد وأماكن وجود المغتربين خارج اليمن وحجم أملاك ومدخرات وعقارات كل مغترب من أبناء المحافظة لفرض جبايات وإيتاوات مالية. وترأس قيادي حوثي معين قبل الجماعة كوكيل لمحافظة إب لشؤون المغتربين اجتماعا مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، خرج بعدد من التوصيات والقرارات تقضي بالبدء بتنفيذ عملية حصر وجمع قاعدة بيانات عن المغتربين من أبناء المحافظة خارج اليمن. وأثار قرار الميليشيات الحوثية الحديث بحق المغتربين استياء عارما في عموم مناطق ومديريات إب الخاضعة للجماعة، مما جعل العديد من أسر وأهالي المغتربين تشجب وتدين بأشد العبارات تلك التوجهات الحوثية بحق أبنائهم المغتربين. وشكت غالبية أسر وأهالي المغتربين من استمرار عمليات النهب والابتزاز المالي الذي تمارسه الميليشيات بين الفينة والأخرى ضدهم وأبنائهم المغتربين، وطالبت كافة المعنيين والمنظمات الحقوقية المختلفة بالعمل على وقف كافة الخطوات والتوجهات الحوثية التي تسعى من خلالها لاستهداف أبنائها المغتربين. عدن تنتقل من وصاية الإمارات إلى يد المملكة العربية السعودية. وفقا لموقع المصدر أونلاين والذي قال إن قوات سعودية تضم آليات عسكرية وجنودا وصلت العاصمة المؤقتة في أول دفعة عسكرية سعودية تصل إلى المدينة عقب إعلان إعادة تموضع قوات التحالف. وقال المصدر إن قوة عسكرية سعودية تضم حوالي 40 مدرعة وآليات وجنود وصلت إلى ميناء الزيت قبل أن يبدأ توزيعها على مطار المدينة والمقر الرئيسي لقوات التحالف، في حين المرجح أن تتمركز بعض هذه القوات في القصر الرئاسي في منطقة معاشيق. وهذه هي أول دفعة من القوات السعودية تصل عبر البحر عقب مغادرة القوات الإماراتية قواعدها في عدن بعد تمركزها لأكثر من 4 أعوام. قيادة التحالف أعلنت خروج القوات الإماراتية من عدن وحلول القوات السعودية مكانها في إعلان رسمي هو الأول منذ بدء الحديث عن خطة إعادة الانتشار. آن الأوان يا صنعاء، تحت هذا العنوان كتب عبد الناصر العوذلي مقاله المنشور في موقع عدن الغد مضيفا في أجزاء من المقال. متى تثور صنعاء وتنفض عنها غبار الذل؟ متى تقول لا لجلاوزة السلالة الهجينة؟ ماذا يخيفكم؟ الموت؟ لقد جعلونا أمواتا حقا في ظل هذه الجماعة التي أوصلتنا إلى قاع سحيق من التردي واستحوذت على خيرات البلاد
وصنعت لنفسها امبراطورية اقتصادية. أصبح أساطين الحركة أصحاب شركات نفطية وشركات استيراد وشركات خدمات عامة، كل هذا من خيراتكم ومن أرزاقكم، فمتى تعوا أن الكهنوت لا يريد لكم الحياة الكريمة بل يريد سحقكم؟ هل تعلمون لماذا؟ لأنكم نبتتم في الأرض اليمنية منذ آلاف السنين. اخرجوا إلى الشوارع وأشعلوها ثورة عارمة، اجعلوها ثورة الجياع، ثورة المسحوقين، ثورة استعادة الكرامة. اخرجوا، فلستم أقل من الشعب اللبناني ولا من الشعب العراقي وقبله الشعب السوداني. فالتغيير يأتي بعد الله من إرادة الشعوب وتوقيها للحرية. اعلموا أن الحرية لا تهدى بل تنتزع انتزاعا، وكما قال أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. اليمنيون بطبيعة الحال هم أهل إيمان وأهل حكمة، وفي نفس الوقت هم أهل قوة وعزة لا يقبلون أن يتحكم بمصيرهم من هو دونهم. وقد آن الأوان للخروج في ثورة يستعيد فيها الشعب دولته وجمهوريته ويستعيد فيها كيانه. أيها اليمني، حطم قيود الذل وانتفض، وثر على سكان الكهوف، اجعلوها ثورة تستعيدون بها حياتكم وأمنكم واستقراركم، واقتلعوا بها رموز الفساد. فمن العار أن يحكمكم من يختبئ في كهف ويدعي أنه مصطفى من الله وأن لديه إرثا لديكم. في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوفيغاغو عنوان: بنيامين نتنياهو يتهم إيران بأنها تريد ضرب إسرائيل من اليمن. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه إيران بأنها تريد ضرب إسرائيل بصواريخ دقيقة من اليمن، وحث الولايات المتحدة على زيادة الضغط على طهران. وصرح بذلك بنيامين نتنياهو خلال مقابلة في القدس مع وزير الخزانة الأمريكي بعد يوم من إعلان ترامب مقتل رئيس جماعة الدولة الإسلامية. ودعت القوى الكبرى إلى مواصلة الكفاح ضد الإرهاب في أعقاب مقتل أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية أمريكية في سوريا. اغتنم رئيس الوزراء الإسرائيلي الفرصة وطالب بفرض المزيد من العقوبات على إيران، العدو الأول لإسرائيل، والتي تتهم طهران على وجه الخصوص بتطوير صواريخ دقيقة لمهاجمتها. وقال رئيس الوزراء الإيراني في الاجتماع: إن إيران تطور صواريخ يمكنها الوصول إلى أي هدف في الشرق الأوسط بدقة تتراوح بين 5 و10 أمتار. وأضاف نتنياهو: إنهم يريدون نصب هذه الصواريخ في العراق وسوريا ولبنان، حتى أنهم بدأوا بإدخالها إلى اليمن لاستهداف إسرائيل من هناك. دعما لحجته أشار إلى الهجمات التي وقعت في سبتمبر ضد المنشآت النفطية السعودية. وقال وزير الخزانة الأمريكي الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط والهند: إن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل وجهات نظرها بشأن تهديد إيران للمنطقة وبقية العالم. سمير عطالله يكتب عن الأخبار التي تزيح بعضها وعن الأحداث التي تنتهي بمجرد ظهور أحداث أخرى. وقال الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط: ما هو تعريف الخبر؟ إنه الخبر الذي يلغي الخبر الذي سبقه. الحدث اللبناني أرغمنا جميعا على اللحاق به دون سواه، أو هكذا بدا الأمر بالنسبة إلى اللبنانيين، فيما كان الحدث في العراق مقتل المزيد من الشبان. فجأة أطاح دونالد ترامب أولوية الحدث اللبناني ليعلن مقتل أبو بكر البغدادي. أزاح خبر البغدادي كل خبر آخر، فصدر الرجل عناوين الصحف والتلفزيونات يوم أطل في عرض متقن الإخراج وكلمة متقنة الصياغة، ليعلن إقامة دولة الخلافة في مهديها ما بين سوريا والعراق. وغاب بعد نحو العقد في غارة سرية وصورة لبقايا دماء على الأرض. نحو عقد أيضاً يفصل بين التاريخين، لكن السرد كان واحداً أيضاً. مجموعة من دعاة التأله تقود أهلها وأنصارها نحو العملين الأكثر تدميرية: القتل والانتحار. ففي السياسة يغطي الدكتاتوريون والمغامرون بأرواح البشر هزائمهم وكوارثهم الصفات القومية أو الوطنية. أطول حروب أوروبا أكثرها فظاعة أعطيت أسباباً دينية، والحربان العالميتان عبرتا القارات والحدود والمحيطات باسم الأرض والشعور القومي. دائماً أدعوه تعالى ألا يتحول بلدي أو أي بلد آخر إلى خبر من الأخبار، وإذا ما حدث فألا تطول إقامته بين العناوين الكبرى. حتى هذه الثورة المذهلة والمدهشة القائمة منذ أيام تمنيت لها أن تختصر المقام على الطرقات ويعود شبابها إلى المنازل.
أفظع ما في منطقتنا أن الأحداث لا تقع إلا فيها منذ سنوات، خبر يزيح خبرا، العراق يزيح السودان، ولبنان يزيح ليبيا، وتركيا تزيح الأرض، وإيران توفد رئيس فيلق القدس إلى كل الأمكنة ما عدا القدس. اللهم بعث لنا من لدنك أخبار الحياة والسلام. قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إنها سترسل إنساناً آلياً بحجم عربة الجولف إلى القمر في عام 2022 للبحث عن مكامن المياه تحت سطحه، وذلك في مسعى لتقييم المورد الحيوي قبيل العودة المزمعة لرواد الفضاء إلى القمر في 2024 من أجل احتمال استخدامها للشرب ولصنع وقود الصواريخ. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: ناسا تخطط لإرسال إنسان آلي للبحث عن المياه على القمر، وسوف يتحرك الإنسان الآلي الذي أطلق عليه اسم فايبر لمسافة كيلومترات على سطح القمر الترابي للبحث فيما روج له جيم بريدنستين مدير ناسا لأشهر، بوجود جيوب تحت السطح تضم مئات الملايين من الأطنان من المياه المتجمدة التي يمكن أن تساعد في تحويل القمر إلى نقطة انطلاق إلى المريخ. وقال بريدنستين خلال المؤتمر الدولي للماحة الفضائية في واشنطن: سيجري فايبر تقييما لتحديد مكان المياه المتجمدة، سوف يكون بوسعنا تمييز المياه ثم الحفر، ومن المتوقع وصول المركبة إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر في ديسمبر من عام 2022 حاملة 4 أجهزة لأخذ عينات من تربة القمر بحثا عن آثار الهيدروجين والأكسجين وهما المكونان الأساسيان للمياه، ويمكن فصلهما وتحويلهما إلى وقود من أجل أسطول يجري التخطيط له من المركبات التجارية. ويجري تطوير فايبر في مركز أميس للأبحاث التابع لناسا في كاليفورنيا. وقالت ناسا في معرض إعلانها عن خطتها إن فايبر سيرسل بيانات على مدى نحو 100 يوم سيتم استخدامها لوضع أول خرائط شاملة لموارد المياه على القمر. مؤلف كتاب ما بعد داعش والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل سيث فرانسمان كتب مقالا عن تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، وقد أعادت الغدو نشره وجاء في بعض فقراته: قد يكون الوضع الحالي في الشرق الأوسط هو الأكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة في الذاكرة الحديثة. في الخمسينيات من القرن الماضي قادت واشنطن معاهدة بغداد، وفي وقت لاحق وعلى الرغم من النكسات في إيران أو حظر النفط تمكنت الولايات المتحدة من كسب شركاء مثل مصر. وفي التسعينيات القرن الماضي كانت الهيمنة العالمية للولايات المتحدة أقوى في الشرق الأوسط، لكن الصراع في العراق استهلك الكثير من الطاقة وأدى إلى الإجهاد بسبب الحروب التي لا نهاية لها التي يكرهها ترامب. ومن المرجح أن تعمد الإدارة الأمريكية القادمة سواء قادها ترامب أو أي شخص آخر إلى تخفيض النفوذ الأمريكي أيضاً أو إبقائه ثابتاً. ما الذي يمكن فعله؟ ستكون تنمية شراكة لتطوير تكنولوجيا الدفاع مع إسرائيل أمراً جيداً لكلا البلدين. وفي الأردن تساعد التدريبات مثل الأسد المتأهب على تدعيم ما تبقى من الشراكات الأمريكية في المنطقة وأوروبا. وفي العراق يبدو أن الخيار الواقعي الوحيد هو تحقيق التوازن مع بغداد من خلال العلاقات الوثيقة مع أربيل، وتشجيع حكومة إقليم كردستان باعتبارها مركزاً للاستقرار في ذلك التقاطع الجغرافي الرئيسي بين إيران وتركيا وسوريا. وبالنسبة لإيران لم تقلل حملة الضغط الأقصى التي ينتهجها ترامب من النفوذ الإيراني في العراق وسوريا، تحرض طهران على إظهار قدرتها على التغلب على العقوبات. تشكل الحرب الأفغانية على العكس من سوريا حرباً لا نهاية لها حقاً، وقد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة من هناك إلى الفوضى، لكن البقاء لا يشكل ممارسة للقوة الأمريكية. وقد ورط شركاء آخرون لأمريكا مثل مصر والسعودية أنفسهم في صراعات، كما هو الحال في ليبيا واليمن التي يبدو أن الولايات المتحدة لا تهتم بها، وسوف تواصل كلتا الدولتين الضعيفتين المساهمة في عدم الاستقرار من حولهما. لا ترغب الولايات المتحدة في لعب دور أكبر في المنطقة، ولذلك يبدو أن عدم القيام بأي شيء هو الخيار الوحيد. حلم العديد من مالكي الحيوانات الأليفة يتحقق، فقريبا بات من الممكن في ولاية هامبورغ الألمانية دفن الأشخاص مع حيواناتهم المفضلة بعد صدور قانون يسمح بذلك.
لكن ماذا بشأن مشاعر سكان المقابر الآخرين الذين، هذا ما يقوله تقرير لموقع دي دبليو الألماني والذي عنوان هامبورغ مقابر مشتركة للبشر وحيواناتهم المفضلة. وقال الموقع إن مقابر الحيوانات أمر شائع في ألمانيا، وهناك نحو 150 مقبرة للحيوانات حسب الجمعية الاتحادية لدفن الحيوانات، وفي المستقبل سيصبح من الممكن دفن الأشخاص جنبا إلى جنب مع حيواناتهم الأليفة. القانون الذي سنه برلمان هامبورغ سيدخل حيز التنفيذ بعد عام على الأقل، إذ يتعين أولا إيجاد مواقع قبور فارغة نائية في مناطق مخصصة لهذا الغرض تفاديا لعدم جرح مشاعر معارضي هذا النوع من إجراءات الدفن. بالمناسبة هامبورغ هي ليست أول مدينة تسمح بدفن الحيوانات بجوار مالكها، فهذا الأمر ممكن منذ فترة بالقرب من مدينتي إيسن وكوبلنيتس، بالرغم من أن القانون ينص على أن المقابر مخصصة لدفن البشر فقط. خرجت امرأة ترتدي زي ممرضة من مستشفى في مدينة كيب تاون تحمل طفلة عمرها 3 أيام، أخذتها من جناح الولادة بينما كانت والدة الطفلة نائمة في يوم من أيام شهر أبريل عام 1997، وبعد مرور 17 عاما عثرت الأم على طفلتها المسروقة وحددت هويتها الحقيقية. حدث ذلك في أول أيام الفصل الدراسي في مدرسة سوانسويك الثانوية في كيب تاون وبداية السنة الدراسية الأخيرة لميشي سولمون. وفي شهر يناير 2015 تجمعت الطالبات حول ميشي البالغة من العمر 17 عاما وأخبرنها بحماس عن فتاة جديدة تدعى كاسيدي نورس أصغر منها ب3 سنوات لكنها كثيرة الشبه بها. لم تعبأ ميشي كثيرا بالأمر وقتها، لكن عندما التقت الفتاة في وقت لاحق تقول ميشي إنها شعرت على الفور برباط معها لم تستطع تفسيره. تقول ميشي شعرت كأنني أعرفها، كان الأمر مخيفا جدا، لم أفهم سبب شعوري هكذا. وعلى الرغم من فارق السن بدأت ميشي وكاسيدي في قضاء الكثير من الوقت معا، وذات يوم التقطت الفتاتان صورة شخصية معا وأطلعتا الأصدقاء وأسرتيهما على الصورة. وبعد أسابيع استدعيت ميشي على نحو غير متوقع إلى مكتب مدير المدرسة حيث كان ينتظرها أخصائيان اجتماعيان، وأخبراها عن قصة طفلة عمرها 3 أيام تدعى زيفاني نورس اختطفت من مستشفى قبل 17 عاما ولم يعثر عليها حتى الآن، وأنها ربما تكون هي. وبعد خضوعها لفحص الدي إن إي تأكدت هوية ميشي الحقيقية، وتم محاكمة أمها المزيفة وسجنها 10 أعوام بتهمة الخطف والاحتيال وانتهاك قانون الطفولة. صور نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. خطوط تتصل ببعضها لتصنع رسوما تضاهي الخبر والصورة، رسوم الكاريكاتير، فن لنا معه جولة في كل حلقة من كشك الصحافة. نتابع. مشاهدينا، بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.